أنا دكتور بشر شنواني، رئيس تنفيذي لعيادات باشن. بدأت عيادات باشن بفكرة رويناها بشغفنا للتميز. لما نتكلم عن باشن كلينيكس نتكلم عن الشغف في التجميل جراحياً أو غير جراحي. انتقينا أطباءنا بعناية ذوي خبرة وكفاءة عالية. النجاح هو الاستمرارية في العطاء وتطوير هذا العطاء لواقع ملموس تحكيه الأجيال. أشعر بالإطمئنان وراحة البال بأيدي أمينة متقنة لعملها، مخلصة بجو يسود المحبة والإخاء بين أفراد باشن. الخبرة تسقل المهارات ليس بمرور الأعوام وإنما بالمثابرة والإصرار والسعي للنجاح والتطوير. بشغف وتحدي بدأنا ومستمرين تماشياً مع 2030 ورؤية المملكة، عيادات باشن طموحها علان السماء.